ما الذي يمكن أن يحصل بعد هذه الاستقالة؟ من سيحل محل نواب التيار الصدري في البرلمان؟ وكيف سيتم التقاسم؟ نعم. بدءاً تحية لكل المشاهدات والمشاهدين الكرام ولضيوفك. حسب ما موجود في قانون الانتخابات العراقي، قانون الدوائر المتعددة الذي صوت عليه البرلمان السابق، يكون الخاسر الأكبر أو الأكثر أصوات يلي الذي قدم استقالة، وبالتالي ستكون هناك ارتفاع في مقاعد الإطار التنسيقي لربما تصل إلى 120 مقعد أو نائب في البرلمان العراقي. الأمر الآخر، أولا الانسحاب هو فعلا انسحاب مفاجئ لدى الجميع، لكن من غير ممكن، يعني من غير ممكن في بعض القوى السياسية التي أرادت أن تعطل تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس الجمهورية ولم يحضروا عندما أرادوا التصويت على رئيس الجمهورية، حقيقة هم الذين يتحملون ما وصل إليه العراق إلى انغلاق والسداد، خصوصا بعض المستقلين. يعني كنا نعول كثيرا على المستقلين، هم سيكونوا بيضة القبان من أجل تهدئة الأوضاع ومرور الرئاسات الثلاث، وهم يكونوا فعلا عنصر ارتكاز واستقرار لا عنصر اهتزاز، مثل ما حصل بعض المستقلين قد كشفت عوراتهم وكشفت مداخلهم بأنهم لم يكونوا مستقرين لا من حيث المظهر ولا من حيث الجوهر. الأمر الآخر، أعتقد السيد مقتدى الصدر، رغم أنا مقتنع لا أحد يعلم أو يعرف أو يدرك ماذا يفكر وماذا سيتخذ من قرارات، هل إن ستكون هناك تظاهرات واحتجاجات شعبية شاملة على المستوى الشعبي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي مثل ما حصل في 2019، مثل ما حصل في 2015 في حكومة السيد العبادي، ودخل كل المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء سواء إلى مجلس النواب أو رئاسة الوزراء، وهذا نعتقد السيد مقتدى الصدر سوف لم يسمح ولم يعطي مثل هذه الأوامر، لأنه هو تنازل عن استحقاق الانتخاب وهذا يسجل له ولا يسجل نعم. عليه. طيب سيد نجم، بعد الترحيب بك ثانية، برأيك يعني هل اختار السيد الصدر المعارضة لصعوبة تحقيق أو تشكيل حكومة أغلبية أم دعما للشارع العراقي بذهابه نحو المعارضة أو حتى كلاهما؟ يعني أولا، إذا احنا دائما أنا أقول الدول لا تبنى بالشعارات بقدر ما تبنى حقيقة بالمواقف، والموقف السلبي والإيجابي يتحول إلى مشروع حقيقي. السيد الصدر يعني عندما تحدث منذ اللحظة الأولى مساء يوم 10/10/2021 حينما أعلنت نتائج الانتخابات الأولية وأصبح التيار الصدري الفائز الأول في الكتل السياسية الشيعية والسنية، قال وبكل صراحة ببرنامج حكومي، بحكومة أغلبية سياسية وطنية لا شرقية لا غربية، ومنها حصر السلاح من الدولة، محاسبة الفاسدين. حقيقة هذا الخطاب وهذا البرنامج قد أزعج كثير من السياسيين الذين كانوا وما زالوا يصرون على إعادة تشكيل الحكومة بالتوافق السياسي، ولا كأنما العراق أعطى مئات من الشهداء، ولا كأنما المرجعية دعمت التظاهرات وانتقدت الحكومات التوافقية. هذا حقيقة السيد مقتدى الصدر ضحى بكل الفوز وبكل الانتصار وبكل مقاعده ومناصبه في السلطة التشريعية من غرض الذهاب إلى الشارع وليس الذهاب إلى المعارضة. الآن السيد الصدر ليس معارض، لأن لا عنده كتلة سياسية داخل مجلس النواب، كيف تكون المعارضة؟ كان ينبغي على السيد الصدر أن تتحول 73 معهم كثير من النواب يشكلون كتلة قوية معارضة للذي يشكل حكومة في المرحلة المقبلة. أنا أقول انسحاب السيد الصدر من البرلمان وتقديم استقالات لربما سمح ومنح وأعطى قوة لخصومة.